عليكم، معكم شاهد العبادي، وبعض الفيديو حنكمل كتاب فاس السواح الوحي والنص. طبعا اول شيء انا اسف عشان التاخير، كان صار لي يومين مش منزل فيديو عن الكتاب، مع اني صدقا خلصت شوية تفصول منه، بس ما كنت قادر صدقا اعمل اي فيديو، واعتقد واضح من صوتي اني تعبان هاليومين شوية ومريض يعني، فما قدرتش اعمل فيديوهات لسبب المرض يعني. وحاب احكي كمان قبل ما ابلش اني انا بتشكر اي كل واحد بدعم القناة، بالذات على مواقع الدعم المادي، انه هذا الاشي كثير بفيدني، بالذات حتى لو كان الموضوع يعني اشياء بسيطة وكذا. انا عن جد بقدر هاي المواضيع، انه انسان مثلا يشوف الاشي انا بسويه مفيد فيقتطع من المال تاعه الخاص عشان يحب المحتوى ويساعدني، او انه بحب شخصي، هذا اشي كثير انا صدقا بقدره، وهذا عن جد اشي بحسسني انه جد في ناس مهتمة، لانه سهل كثير انك تعمل لايك، سهل كثير تعمل ديسلايك، سهل كثير مثلا انك بتعمل اي اشي على السوشيال ميديا، ولكن انك تختار انك تساعد واحد بيحكي مواضيع زي مواضيعي، هذا اللي بحسه كبير كثير. على كل، حنحكي طبعا بهذا الفيديو عن الفصل بعنوان نقد نماذج من قصص السيرة النبوية. ببلش اول شيء فارس السواح يحكي عن قصة اصحاب الفيل، وبنتقد القصة هاي بشكل عام، وبقول انه القصة هاي في الاغلب ما صارتش، لانه ما فيش اي وثيقة عن قصة اصحاب الفيل هاي يعني، فكلها مجرد قصص شفهية زي ما قلنا، ناس بتألف وناس ما الى ذلك، انه اصلا حتى الايات تتكلم عن موضوع الفيل اصلا هاي مش واضحة عن ايش بتحكي، بمعنى الايه بتتكلم عن قضية الفيل وما الى ذلك، بالايه المعروفة يعني اللي ذكرها بالكتاب طالما قلنا واحنا صغار لم ترى كيف ربك فعل باصحاب الفيل الى اخره يعني. فبقول لك انه اول شيء القرآن ما ذكر مكان عش صار في هذا الحدث، هاي اول نقطه. ثاني اذا قلنا قبل هيك في الفيديو اللي قبل انه القرآن بشكل اساسي مش كتاب تاريخ، يعني هو ما بقول لك لا تفاصيل وين الاشي صار، ما بقول لك اي اشي، وفعلا الاشي صحيح، فهو بقول لك في الاغلب بعض الاشي ما صارش، وبعدين بعض تأويل لهالاشي. وبقول كمان كنقد لهالاشي انه الشخص اللي يتكلم عنه اللي هو الحبشي، هذا ابو الحبشي بذكر اسمه، هذا الشخص احنا عندنا نقوش عنه، بقول بالحرف الواحد بصفحة 60 انه عندنا نصوص بتقول نقوشا تتحدث عن انجازاته وحملاته العسكرية على كندا وقبائل عربية اخرى، ولكن ايا من هذه الحملات لم يكن موجها ضد مكة، والاسم مكة لم يرد في اخبار تلك الحملات، وما من ذكر لبيتها الحرام او اشارة لاستخدام ابرهة للفيل وللفيلة في تكتيكاتها العسكرية، لا سيما وان الفيل لم يستوطن اليمن. بعدين بيعطيك حس بان هذا الاشي مش مزبوط، وهذا الموضوع كله ما صارش في الاغلب يعني حسب التاريخ، طبعا هذا اختصاصه تاريخ قديم، يعني اللي بده يقعد يقول لي غلط وكذا هذا الاشي انا باخذوش منه، انا باخذه من السواح بصراحة، لان انا بعرف ان يمكن السواح مثلا يطول لك شغلة من النت ويقول لك هذا دليل على الحملة، يا اخي اي نت اي حدا بيقدر يعمل عنه يطول منه اي شيء، انت بدك لما تحكي بشغلة يكون من اهل الاختصاص، واحنا بنحكي عن هون عن واحد متخصص بالتاريخ القديم بالتحديد تاريخ الاديان اللي هو السواح، وهو استاذ كان في الجامعات الصينيه، فزلمه معترف بعلمه يعني بتحبه ولا لا هذا اختصاصه، فهو لما يقول لي انه ما فيش انا بثق بكلامه بصراحه بهالمساله اختصاصه. بالذات انتم كمان دائما تحكوا لنا لماذا لا تسمعوا من اهل الاختصاص في الدين؟ طب اسمعوا من اهل الاختصاص في نقد يعني. على كل هذا مش موضوعنا. بعدين بقول لك انه هاي الحمله كلها في الاغلب ما صارت، فايش الحل لهالموضوع؟ بقول لك ببساطة انه هذا الموضوع كله زي ما هو كاتب هنا، ربما لم تكن صورة الفيل تخص عن حملة جرت وقائعها في العربية بل في الشام ايضا بين الفاس وروم، استخدم فيها الفاس الفيلة على عادتهم المعروفة، وكان النصر فيها لروم بعون آله او إلهي عبرت عنه الصور بأرسال الطير الأبابيل تام الخصم بحجارة من سجيل. يعني معنى كلام السواح انه هاي القصة في الاغلب ما صارتش، يعني القصة اللي بنقولها كتب السيرة في الدول العربية يعني او مكة، ولكن في الاغلب صارت ممكن ضد دولة الشام وما الى ذلك. ليش هو بقول هيك؟ بقول لك لانهم العرب يعني طبعا بشكل عام كانوا يشوفوا الاحداث اللي بتصير حواليهم، فممكن شافوا هاي الاحداث بعدين نسبوها لحالهم ممكن. طيب طبعا هذا احتمال كمان ما في دليل عليه. بعدين بقول لك وكلمة فيل بفتح اللام وتسكين الياء وهي تعني رأي الخاطئ أو الضلال بالمفهوم القرآني، وهي من صدى فال نقول فال رأيه أي وقع في الخطأ، وفيل رأيه أي خطأ،
وخطأه. ولذلك ربما كانت سورة الفيل تتحدث بشكل عام عن تدمير القوة الإلهية للأقوال العاصية التي لم تصغي للأنبياء والتي تم القضاء عليها أيضا بحجارات من سجيل. هذا تأويل فاس سواه له القصة، أنا بعطيك قاعد تأويل له القصة إنه هذا الموضوع هذا كله إذا جانا للغة ممكن يعني شيء ثاني، بغض النظر نتفق أو نختلف معه، أعطاك تأويلين، واحد ما يدري هم شافوه العرب عند الشام زي ما قلنا فنسبوها لهم، هذا شيء محتمل، أو الشيء الثاني إذا أخذناه لغويا ممكن هذا معناه مثلا إنه خطأ، خلينا نقول وما إلى ذلك. ما علينا، بعدين نتكلم عن قصة الغاء. الغاء القصة لما جت عن العنكبوت، كأنه أبو بكر والنبي محمد كانوا بالغاء مع بعض وقالوا لا تحزن إلى آخره، فهو بيتكلم عن هاي القصة، بقول لك إنه القصة اللي موجودة بكتب السيرة مش منطقية، إنه كان مع أبو بكر وما إلى ذلك، مش حقها كل الكلام بس حقها الخلاصة. ولذلك من المستبعد أن يكون الآخر هو أبو بكر الصديق على ما ورد في السيرة، بل هو شخص آخر غايب، ربما كان الدليل الذي استأجره محمد ليقوده إلى المدينة في طريق غير الطريق المعهودة، وليس في استخدام الخطاب لكلمة صاحبه دليل على إن الآخر كان أبو بكر. فيوسف الصديق في سورة قرآنية خاطب زميلين له في السجن. أما عن السبب في اختيار السيرة لأبي بكر صاحبا أو صاحبه في الغار، فهو نتاج صراع السني الشيعي الذي نشأ فيما بعد، فالسنة يؤكدون تلك الصحبة والشيعة ينفون هذا الموضوع، نجيله بعدين. يعني زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة، فالسواح بنكر أن النبي تجوز عائشة وهي طفلة، بنكر هذا الإشي نهائيا. فبقول هناك رأي شائع في الدفاع عن صحة هذا الخبر، مفاده أن البنات في المناطق الحارة يدركن سن البلوغ أبكر منهن في المناطق الباردة أو المعتدلة، وهذا رأي مردود على أصحابه، لأننا نعرف اليوم أنه ما من منطقة في العالم تدرك فيها البنات البلوغ في التاسعة بما في ذلك السعودية وبقية مناطق الخليج، حيث يمكن للمرأة اليوم أن يرى بنات التاسعة يلعبن في الحدائق أو يلهين بالدمى، وفق ما روته عائشة. في حديث كمان عن عائشة بتقول أنها تلعب باللعب وما إلى ذلك لما أخذها النبي، وبعدين بتكمل وبجيب لك شوية حديث. بعدين بقول أي أنها انتقلت من الأرجوحة إلى سرايا النبي، وبما إن بنيتها الضئيلة لم تكن تقبل الجماع، فقد راحت أمها أو أمها تسمنها بشتى الوسائل على ما روته عائشة. هذا كمان الخبر لسه فأنا بعرفه، إنه إما صارت الطعمية قال عشان تنصح، يعني شغلة بصراحة مش عارف كيف بيحكوا عنها عن النبي بنسبوها، والله ما بعرف أنا، بس هم حرام بمعظم النفسية هاي. بعدين بقول لك السواح بيعمل لك حسبة إنه هي وعمرها أخت أسماء وما إلى ذلك، بعدين عمرها مع شخصيات ثانية، وبالآخر بقول لك إنه في الأغلب عمر عائشة كان 18 سنة لما تزوجها النبي. وبعدين نقل شغلة أنا صدمتني صدقا السواح من قصة زواج النبي من عائشة، إنه هي في كتب قديمة لبعض الشيوخ قالوا إنه كان عمرها أكبر من هيك، شيوخ قدام يعني، إيش استغربته. على كل هو بقول والذي قال إن النبي تزوج من عائشة وهي في التاسعة وبنى بها وهي في 14 أو 15، وقد بنى هذا من الباحثين والمحدثين عباس محمود العقاد. يعني مثلا بيقول لك إنه في كمان أخبار كمان بتقول زي ما قلت إنها كبيرة، زي مثلا هذول الناس، زي مثلا كتاب طبقات ابن سعد لابن سعد البغدادي الذي عاصر البخاري، بيقول لك كمان هو كمان كان يشوف إنه يراوي أخبار بتقول عائشة كانت أكبر من 6 سنين و9 سنين، يعني هذا حسب كلامه بصفحة 65 لفراس السواح. بعدين بقول كلام قاسي للناس اللي بيحكوا عن النبي انه تجوز طفلة، بقول لك حتى هاي الأخبار بتخلي يعني النبي يبين قدام الناس، حيث يبدو ولا شيء يشغله سوى النساء، يعني هاي الأخبار بتبين النبي بس يعني هم النساء. بعدين بقول لك ولكن لا بأس من تناول قصة زواجه من زينب بنت جحش، لأن فيها من الكذب ما في قصة عائشة التي اختلقها المنحرفون جنسيا ومتحاشون بالأطفال لتسويغ ميولهم. هذا الكلام أنا معاه على فكرة فيه، إنه فعلا ممكن قصة عائشة زي ما هو قال باللفظ الواحد، إنه فعلا القصص هي أكيد اختارها ناس منحرفين جنسيا. يعني أنا طبعا بتهمش العلماء الكبار، ولكن أنا بتهم السياسيين بوقتهم، لأنه فعلا كان في منهم عندهم ميول للأطفال، كان في منهم عندهم هيك، بل حتى في الدولة العثمانية لحد هسه عندهم
يعني في شغلات مأخوذة من الدولة العثمانية عند بعض الدول، ما بدي أذكر اسمها عشان مشاكل سياسية، بيمارسوا هاي الشغلة إنه ولد صغير يقعد يرقص وما إلى ذلك. أعتقد عرفتوا عن إيش أنا قصدي. فهالإشي أكيد تألف يعني. بعدها بتكلم فاس السواح عن قصة زيد وزينب، فبقول إنه السيرة وكتب كمان الأحاديث يعني شيطنت شخصية النبي محمد ومعاه حق بهالحكي. مثلا بقول لك إنه في قصة بتقول النبي محمد كان بيوم من الأيام ماشي، فشاف زينب وهي لابسة إشي خفيف كثير، وشاف جسمها وقال بالحرف الواحد سبحان مقلب القلوب سبحان الله العظيم. طبعا هاي القصة حكاها كمان الشيخ الشعراوي كمان. وبعدين بقول لك كيف انهم فسروها، يعني انه النبي بعدين جاب القرآن حكى انك تخفي في نفسك ما الله مبديه وما الى ذلك. طبعا القصة هاي انا بحكي بصراحة هي ضعيفة، والسواح نفسه بقول لك هي اكيد غلط بدون حتى ما يرجع لك شيء، وبضاعف قصص ثانية. ولكن ايش الفكرة هنا؟ انه فعلا يا اخي السيرة فيها شغلات زفت زي هيك، بس عشان اكون صريح، قصته تخفي في نفسك ما الله مبديه وقصة انه شافها وهي لابسه خفيف وكذا، هي بصراحة لما تقرأها بسياقها هي ظابطة. يعني انت متقرأ بالسياق تاعها انه النبي شافها وكذا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، لما هم يحكوا لي مثلا للشيوخ، لما يجي مثلا شيخ يقول لي لا هو تخفي في نفسك ما الله مبديه هذا الحكم، انا بصدق انت لما تقرأ القصة هذيك حتى لو ضعيفة بتحسها منطقية اكثر يعني. على كل فاس واحد بضاعف القصة بقول لك هذا الحكي اكيد ما صارش. بعدين بكمل القصة وبعطيك شرح كامل لهالقصة عن هالموضوع، وانه اصلا الآية ما بتلمح زي ما بقول. خلينا نقرأ زي ما هو كاتب، ان اول ما يفتح نظرنا هو افتقاد الآية الى اي تلميح يقودنا الى تصديق قصة زينب ومحمد لزيد في بيته، والنايحة التي رفعت الستر من محاسن زينب زي ما قلت قبل شوي لم ينتبه اليها محمد قبل ذلك، فلقد عرف محمد ابنة عمته منذ صغرها وراها تكبر امام عينيه وتحت رعايته، لو انه كان راغبا بها لخطبها لنفسه لا لزيد، ولكن كان محبا لزيد مثل محبته لزينب، واراد ان يجمع بينهما بالزواج ولكنها رفضت بشده، فاصار عليها مثل اخ اكبر يظن انه يعرف مصلحه البنت في هذه الامور اكثر منها، فرفضت وتم الزواج. وعندما تكررت شكاوي زيد من سلوك زوجته نحوه عبر لمحمد عن رغبته في طلاقها، نصحه بالطرية وحاول إصلاح الأمور بينهما، وهو يخفي ما يعرفه في قراءة نفسه عن صعوبة تحقيق ذلك. وعندما صار ما لا بد منه بدأ وحصل الفراق، وصارت زينب وحيدة، أحس محمد بالمسؤولية إلى أخاه، وبعدين صار اللي صار. فهذا تأويل السواح، بس هو بقول لك يعني القصة موجودة فعلا بكتب السيرة، بس إنها المفروض يعني عقليا ما حد يرفضه وما حد فيه. على فكرة ما بعرف إذا حد صح على القصة، بس أنا بعرف إنها ضعيفة. بس دائما أنا تعودت شغلة، لما يكون في خبر يكون كثير من نقول بكتب السيرة بكون على الأغلب في حدا صححه. يعني يمكن القصة تكون صحيحة عن بعض الشيوخ، الله أعلم. على كل، بعدين بتكلم عن قضية الغانيق العلا وحديث الإفك. بعدين بتكلم لك عن قصة الغانيق بالأول، بقول لك بالآيات الشيطانية، وبقول لك انه الاحاديث اللي بتكلم عن قصة الغانيق هي مستحيل تكون صحيحة. بقول بالحرف السواح، وقصة الغانيق اللي تقوم على خبر ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس، مفاده ان النبي قرأ سورة النجم عند المسجد الحرام، ولما انتهى سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن والانس الى اخره. بعدها بقول لك، وعلى الرغم من ان ابن عباس لم يذكر الغانيق العلا في روايته هذه، ولا السبب الذي دعا المشركين يسجدون مع المسلمين، ولا كيف كشف الله عن بصيرته فرأى الجن أيضا يسجدون فعلا، كيف شافهم؟ إلا أن أهل التفسير وأسباب النزول تطوع لهذه المهمة، وجرت صياغة القصة التقليدية عن الآيات التي وضعها الشيطان على لسان النبي في سياق الوحي، وكانت وراء سجود المشركين، وقد رويت في أكثر من كتاب في أسباب النزول. كلام صح، في ناس ضعفوها بعض هاي القصة، بس طبعا على فكره كل شيء مضاعفين للشيوخ، فلما نحكي والله انه هو مثلا في حدا ضعفها هذا مش معنى انه سوى غلط، ممكن هو بعرف قصه صحيحه عشان نكون واضحين يعني. على كل، لان يعني هم لو منهم متفقين على كتاب حديث واحد صحيح يعني 100% نتفاهم على القصه. على كل، بعدين بشرح القصه، بعدين بقول لك هاي القصه مستحيل تكون صح لانه هذا بخالف القران زي ما هو بقول، ولا حسب ما بقول اول نقطه، والآيات الشيطانية في سورة النجم فالأولى مدنية والثانية مكية، وبالتالي لا نستطيع تفسير الأقدم بالأحدث، لأن ذلك يتعارض مع العليا في المنطق ومع قواعد أسباب النزول أو العلة ما علامة. ثانيا، أن الثناء على غير الله غير ممكن بالنسبة لناقل رسالة التوحيد، صح، كما أنه من غير المعقول أن يكون محمد قد عاد إلى بيته مطمئنا إلى ما نطق به
إن جاءه جبريل وقاله مستهجنا ماذا فعلت. 3 إن دخول الشيطان على خط الوحي بين الله ورسوله يتعارض في اللاهوت القرآني مع طبيعته عمل الشيطان التي وضحها الخطاب القرآني في بعدين بقول لك فإذا لم يكن الشيطان سلطان على الصالحين من الناس فمن باب أولى أن لا يكون له سلطان على رسل. ومحمد لم يكن معصوما عن الخطأ في سلوكه الشخصي وعن همزات الشيطان إلا أنه معصوم عن الخطأ في نقل رسالة. بعدين بقول لك لو ثبت أن الشيطان ألقى في مسمع رسولي لزال الأمان عن الشرع. بعدين بقول لك وعن هذه الآيات الشيطانية أم عن حديث الإفك. وحديث الإفك هذا مهم كمان حكى عنه. حديث الإفك هذا اتهام لعائشة أنها زنت. فطبعا بعضه السواح مش مع القصة كله بقول لنا كله ما صارتش. وحتى الآية اللي بقول لك إن الذين جاءوا بالإفك داخل الآية اللي هي سورة النور مثلا بقول لك إنه القصة كلها ما صارتش مع صفوان المعطل هذا المعطل حتى اسمه غريب معطل. طبعا بعرف القصة من زمان أنا بس إنه يعني في تفاصيل ما كنت أعرف. على كل إنه بقول لك القصة كلها ما صارتش وهذا الكلام كله فاضي لأسباب كثيرة. وفي الحقيقة فإن عائشة لم تتهم في سورة النور ولم تبرأ. وما علينا سوى قراءة الآيات الإفك في سياقها الذي ورد فيه منذ بداية الصورة وجاءت كخاتمة لجملة من التشريعات الخاصة بالزنا وشروط إثباته وعقوبته وفقا للتسلسل الآتي. تبدأ الصورة بفرض عقوبة الزنا 2 طبعا أنا بكتب الآيات بس مش حقرأ الآيات زي ما قلت 2 ولكن هذا الحد لا يقوم إلا بشهادة 4 شهود على وقع الزنا 3 ثم يتم الانتقال إلى حالة خاصة هي اتهام أحد الزوجين الآخرين بالزنا 4 بعد ذلك يعود الخطاب إلى حالة عامة تتعلق باتهام النساء المحصنات إلى آخره. وإذا نحن قرأناها في معزل عن السيرة لما وجدنا فيها إلا اتهاما لعائشة ولا تبرأ لها. صح كلامه. بعدين بقول لك وليس استخدام الفعل الماضي في قول الذين جاءوا دلالة على أمر حدث بل دلالة على أمر سيحدث أو قد يحدث في المستقبل. آه فعلا القرآن بيستعمل صيغة الماضي كثير بالقرآن ولا يعني مثلا عن قضايا مثلا عن القيام وهيك هو بصا بكون مش انه ليش صار لا بل انه حيصير. فهالموضوع يعني باختصار شديد بدناش نقرا باقي الكلام بموضوع الافك انه ما في داعي صح نقرا. بعدين عندك كلام عن ابو لهب هو بيشوف ان ابو لهب هذا مش شخصيه حقيقيه بل بيشوف ان ابو لهب هذا مجرد صفات لاشخاص تمام خلينا نقول ربنا سبحانه وتعالى يعني اعطانا اياها عن اي حدا بكون اسمه ابو لهب. وهو بقول لك انه حتى السيرة النبوية لما تكلمت عن ابو لهب حكت لك ما انه عنده ولد بعض المصادر عنده ولد اسمه لهب. ناس ثانيين حكوا لك لا وهو لانه حلو كثير اسمه ابو لهب. ناس ثانيين حكوا لك لا وبعدين هو بيشوف القصة مش منطقية اصلا انه نحكي مثلا انه الله سبحانه وتعالى حاط راسه باس زلمة بقول له تبا لك. يعني هاي وجهة نظر فراس السواح. فهو بقول وابو لهب هو لقب اطلقته السيره على عبد العزى ابن عبد المطلب عم رسول الى اخره. لطالما رايت في سوره المسد خطابا يتسم بالغضب ورغبه في الانتقام ومشاعر سلبيه تجاه شخص بشري لا يمكن بحاله ان تنسبها لخطاب الهي. فعلا الموضوع غريب بصراحه. ولذلك فقد تشكل لدي راي مفاده ان هذه الصوره هي حديث نطق به محمد بعد الاهانه التي وجهها له ابو لهب. ووجد طريقة إلى القرآن خلال عملية الجمع وقد شجعني على تكوين هذا الرأي. ذلك الجدال الذي ثار بين الصحابة خلال عملية الجمع التي تمت في عهد الخليفة عثمان بخصوص المعوذتين إلى آخره. يعني هو بقول لك في البداية كان شايف أنه ممكن القرآن هاي القصة انحطت بالغلط يعني زي قصة المعوذتين لبعض الصحابة كان ينكر المعوذتين تمام وهذا ثابت على فكرة. فهو بقول لك ما دام في صحابه ممكن هي كمان دخلت الايه بالغلط ممكن بس هو طبعا ما حش مع هذا. هو بقول لك انه يكمل اول يفكر. بعدين بقول لك ثم ايده شارحه ابن حجر العسقلاني في كتابه الفتح في شرح صحيح البخاري فقال ان ابن مسعود لم يكتب المعوذتين في مصحفه فقد كان يسمع رسول يعوذ بهما الحسن والحسين الى اخره. هذا اللي هسه قلته هاي. وبعدين بقول لك ولكن البحث قادني بعد ذلك بعيدا عن هذا الرأي. فماذا لو لم يكن أبو لهب شخصا بعينه؟ وهو بقول بالهامش على قصة أبو لهب قال بهذا المفكر أو بهذا الفكر الباحث المغربي محمد المسيح. هاي شكله هو بتابع محمد المسيح في برنامجه على يوتيوب التاريخ المبكر الإسلام حلقة 64
ولكن كلا منا توصل إليها عن طريقته وعالجها بطريقة مغايرة. حلو إنه ذكر الموضوع. بعدين بقول لك كمان السواح أو عم الرسول، بل نموذجا للأخلاق والسلوك. وبعدين بجيب لك الآيات وبقول لك إنه هاي أصلا هاي بتحكيش عن شخص بعينه، بل أي حدا زي هيك، حتى ما أتوه هاي هي رسم زي ما كتب. ويعكف على جمع المال ويبذل ولا يبذله للمحتاجين إلى أخ. فأبو لهب ليس شخصا بعينه كما فهم المفسرون، وقد عانت الزوجة البخيل في صورة المسد الأمرائيل من بخله، ولذلك ستكون هي التي تحمل الحطب وتوقده عليه في جهنم، وتحزم هذا الحطب بحبل من ليف بابوط إلى عنقه. هذا هو تفسير لقضية أبو لهب. وتعاني أخبار أبو لهب في السياق اللبسطاء إلى آخره. بعدين بقول لك لقب أبي لهب لا يعني أن له ولدا بهذا الاسم، فقد ورد في تفسير الكشاف خبر مفاده أن النبي دعا على أبي لهب قائلا: اللهم سلط عليه كلبك. ثم أن أبا لهب جهز تجارة إلى الشام وأوكل بها غلمانه وبعث معهم بولده لهب إلى آخره. بعدين بقول لك أن نقبل فكرة أن الله، بقول لك عن قضية سب الناس هيو. ونحن إذا لم نقبل بهذا التفسير علينا أن نقبل فكرة أن الله أنشأ خصومة مع شخص من عصى النبي، ولشدة غيظه منه ذكر به بالاسم، وهذا الأمر غير محود في خطاب القرآن. يعني شوف كيف بدافع عن القرآن دفاع قوي. وهي على فكرة القصة من أكثر الأشياء دائما الملحدين يعني بيحكوا لك عنها، يعني أنها مشكلة. يعني لو هيك حكينا والله كان الحالات كثيرة مشاكل بصراحة. معجزات الرسول باختصار شديد، فاصل وحبن في الموضوع أنه النبي عنده معجزات. فهو بيقول لك أنه أصلا حتى قضية المعجزات للنبي محمد هي فقط القرآن الكريم، لأنه الأنبياء اللي قبله كان عندهم معجزات، ولكن المعجزات الموجودة كمان في السنة النبوية كلها يا مسوقة من الإنجيل يا كلها تألفت. وأصل القرآن نفسه قال أن النبي ما عندوش معجزات. هذا باختصار شديد اللي هو حيحكي بهذا الموضوع. فبحسش أنه صدقا يعني الواحد مهم كثير أنه يوقف عنده إلا عند بعض المواضيع، زي مثلا قضية انشقاق القمر. فأس واحد بقول لك انشقاق القمر هذا ما صارش، لأنه أصلا ما عندناش إحنا أي دليل على هذا الإشي لا في التاريخ وكذا. طبعا أنا بعرف أنه في بعض المصادر بتقول أنه صار الموضوع، أنا بعرف هالإشي، بس هذا كله كلام فاضي، لأنه أغلب هاي الوثائق اللي بتحكي عن انشقاق القمر أول شيء ما بترجع على زمن النبي محمد نفسه، يعني بعده بفترة أو قبله بفترة صغيرة، فهذا كلام فاضي يعني. فهو بصدق بنكر موضوع ال، بقول لك عن هذا الموضوع لقب الصواب لسورة القمر هو أنها تتحدث عن أحداث اليوم الآخر القريب مجيئه، يعني اليوم الآخر هذا الإشي، بس ما صار بالدنيا. وعلى فكرة هذا أعتقد قول المعتزلة في مقال حلو للسيد المهندس محمد رضا عن قصة انشقاق القمر. قال فيه انه اعتقد المعتزله بيقولوا انه القمر ما انشقش، فوجهه نظر. بعدين بيتكلم عن قضيه الاسراء والمعراج، وهذا طبعا كثير انا حطيت عليه خطوط الاشي لانه كان كثير في كلام فيه مهم. وببساطه شديده قضيه الاسراء بقول لك السواح انه في الاغلب قضيه الاسراء هذا يعني ما صار بالشكل اللي هم بيحكوه المفسرين، لانه كله اصلا شغلات غايبه وسطائيه كله على بعضه. قصه الاسراء والمعراج هاي إسطائية بشكل أساسي، مع أنه طبعا قال ذكرها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولكن هو بقول لك يعني أقرب للصواب. أو حنجي هالموضوع كمان شوي، خلينا نحكي شوي عن هالقضية. إنه أول إشي ما كان أصلا في هناك مسجد اسمه المسجد الأقصى، عشان نكون واضحين يعني بهي المسألة. ما في مسجد اسمه المسجد الأقصى بهذاك المكان، بل هذاك معبد يهودي اللي كان موجود بهي المنطقة، أو بقايا المعبد اليهودي اللي هو هيكل سليمان الثاني أعتقد هيرودو أو هيرودوس، كان هو الموجود يعني البقايا تعيته. ما كان في موجود اي شيء ثاني، وكان المنطقه فيها وكان في موضوع كنيسه القيامه وما الى ذلك، ولكن او كنيسه المهد زي ما هو كاتب في ايليا وتبعتها بقيه الكنائس. اما موضوع والله انه كان وبظلش اللي حائط الابكه، بس تقول انه في هناك كان في مسجد، ما في مسجد. اول شغله هذيك المنطقه خاليه من المساجد، كانت المسجد الحرام او المسجد الاقصى، فهذا الكلام كله مش صحيح تمام. وصل حتى هاي المسجد اللي هو المسجد الأقصى هذا أول واحد بناه يعني حسب شايف عبد الملك بن مروان. طبعا عندي فيديو أنا كامل عن هاي القصة، ولكنه ذكر شغلات صدقا مهمة كثير. أنه مثلا هذا أصلا المسجد الأقصى عمل كصراع سياسي بين بعض الأمويين وحكام مكة خلينا نقول على الخلافة، ونصلا ما كانش موجود. صدقا مقتنع بهالحكي يعني كثير يعني، وحتى الموضوع هذا كله غريب أصلا يعني.
فعلى كل يعني بعدين بقول لك انه اصلا حتى الاحاديث اللي كتبت على الموضوع كلها مش صحيحه، لانه كلها تاليف اصلا، يعني كلها تاليف. زي مثلا زي ما هو بقول الخلاف في تاويج الاحاديث النبويه في فضل المسجد الاقصى الى اخره، بقول لك انه كلها كلام فاضي. بل حتى قضيه الاسراء يعني ذكرت انه في مخلوق غايب اجا هو بين، طبعا هي صوت المخلوق هذا، هي صوت غايب له. طبعا دائما بيحكوا لك المفسرين هو مش حيوان، يعني في كثير شيوخ بقول لك هيك انه مش حمار مجنح، هو لا هو مش حمار مجنح بس هو اشبه بالحمار، يعني حسب الاحاديث الصحيحه. انا حتى ضحكته زمان، البراق قريب من، هو مخلوق بين البغل وبين مش عارف شو الحصان او الحمار، تمام، وعنده جناحات وعنده وجه بني ادم، يعني حرفيا هذا هو شكله، تمام، هذا هو شكله. والمشكله وين؟ هذا المخلوق زي ما بقول فاز السواح حرفيا ماخوذ من الاديان القديمه، يعني مثلا في واد رافدين في تماثيل هيك لمخلوق مجنح له جسم حصان وش زي هيك وله وجه بني ادم، هذا حرفيا نفس المخلوق. بنفس الوقت نفس الفكره هاي موجوده كمان في الكتاب المقدس اللي هم الكرابين، الكرابين طبعا معروفين بالكتاب المقدس وانذكروا كمان بشكل صريح يعني فيه. فبقول لك فالسواح يعني هاي اكيد الفكره اخذوها من هناك، اخذ اكيد 100% اخذوها من هناك ونسبوها للنبي، مع انه القران لا قال لك مخلوق مجنح ولا حمار مجنح ولا قال لك البواق ولا قال لك الكلام كله. بعدين حتى حكك شغله بضحك السواح قاعد يقول هو ليش النبي محمد بعدين لما اجى يطلع بموضوع المعراج ليش ربط البواق؟ يعني هو خايف ينساق ولا ايش الموضوع؟ ليش ربطه؟ هو مخلوق ملائكي يعني، فالموضوع كله صح من غايب يعني. طبعا في ناس يعني كمان انكروا هذه القصص يعني اصلا يعني كثير. وبعدين ما يقول السواح مجموعه من العلماء وبعض الصحابه كان يقول انه اصلا النبي محمد ما راحش بحيوان مجنح، بل الموضوع كان كله خلينا نقول بروح، تمام، يعني بروح راح لهناك شيء روحي خلينا نقول. وناس ثانيين قالوا انه لا هو عمل هيك بالمنام، تمام. بنقول لك اقوال بهالمساله. وبعدين بقول لك انه حتى بعض المصادر بتقول لك زي فتح الباء مثلا حكى هسه قلته، وفي تصوير باق براس امراه بشيه وعلى مناه في الفن الهندي الى اخره. ففعلا هاي الفكره فعلا ماخوذه من الاساطير القديمه، وحتى هون جايب لك مصادر عن الكروبين، فبقول لك مستمده من الفن المصور التراث المشرقي، حيث نرى البواق الكروبين على هيئه هي مزيج من الثور والاسد، لها اجنحه نسر زي ما قلت هسه، بابل واشوار نجد لها تماثيل. وبعدين بجيب لك حتى من الكتاب المقدس. ففعلا هاي الفكره اسطوريه، يعني بكل معنى الكلمه فكره الاسراء والمعراج هاي اسطوريه. طبعا هل المعنى هذا ان احنا بننكر الاسراء والمعراج؟ لا، الاسراء ذكر الله سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا، وزي ما قلت قبل شوي في مفسرين قالوا بعض الصحابه انه هذا الاشي صار بروح النبي، او النبي كان نايم في حلم بهالموضوع، تمام، هذا هو ببساطه الموضوع. اما نيجي على قضيه اما نحكي مخلوق مجنح والحكي الفاضي وانه على المسجد الاقصى اللي ما كانش صار موجود، هذا كلام فاضي. طبعا يمكن واحد يقول لك طب ما هو المسجد الاقصى هو الارض نفسها، هذا كلام فاضي، لانه هو يعني كان واضح انه عم يحكي عن مسجد مادي مش عن ارض، لو انه بده ارض كان حكى عن ارض، مع انه بحديث ثاني طبعا قال لك انه جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يعني، بس هذا بيختلف عن هون، يعني هذا كان واضح انه عن مسجد بيحكي. على كل هاي يعني من الكذبات يعني صدقا بالتاريخ الاسلامي اللي فعلا بتخليك تبقى شوية التاريخ طاف انه في عك كثير بالتاريخ والموضوع. على كل بعدين بقول لك هالموضوع انه اصلا ما حدا شافه هالقضيه، وبعدين اجى ابو بكر قال شاف الموضوع او قال له انه موجود وفي مسجد هناك، هذا كمان بيصدق على الكلام اللي قبل. طب اذا كان في مسجد طب كيف كان هناك في مسجد وهو اصلا ما كانش معمول اصلا يعني؟ فالموضوع يعني صدقا كله غريب يعني. بعدين بقول لك انه فممكن اشياء ثانيه يعني تاويل ثاني لهالموضوع، ولكن لحد ما نوصل صفحه 89 بقول لك ولكن ابين مدى فقر الخيالي لهؤلاء وفي وصف المشهد الرئيسي في المعراج. فبقول لك هسه لما عاج بالنبي عليه الصلاه والسلام لربنا عليه سبحانه وتعالى، يعني لما طلع على السماء كل سماء ويقول له عيسى شاف وعيش شاف مين شاف لحد ما وصل لموسى، وبعدين عند الله والله قال له خفف الصلاه على امتك اللي هو موسى، وظل يطلع وينزل. هو بقول لك القصه كلها مبينه انها صايه اصلا، يعني تستاهل شيء. يعني فعلا هي غريبه بصراحه القصه كلها. يعني هاي القصه على فكره اول واحد نبهني انها يمكن تكون غلط هو الامام محمود شلتوت في كتابه الفتاوى لما قالت نقطه عليها. يعني بعدين بتكلم عن قصه الصلاه، والصلاه انا حكيت عنها في فيديو ثاني ما في داعي نحكي عنها، ما علينا. بعدين بتكلم عن موضوع الدور السياسي في المذاهب الاسلاميه،
فبقول لك انه المذاهب الاسلاميه اغلبها طلعت بسبب الطوش اللي صار بين معاويه وعلي بشكل اساسي، وبتكلم عن موضوع الخواج مثلا، وانه اصلا كل فاقه صارت تالف لك قصص عن النبي عشان تدعم الفكره اللي عندها. يعني الشيعه بيعملوا بألف قصص، السنه بيعملوا قصص، وطبعا السنه اخر شيء طلعوا، هو مش اول الفاقه يعني بصراحه. فبقول لك هو بشكل اساسي يعني، وطلعت كمان مصطلحات ما كانت موجوده ايام النبي زي اهل البيت ومش عارف شو. وبعدين بتكلم عن الاحزاب، بقول لك مثلا في الحزب الاموي، الحزب الخواج، وبقول لك هم اتباع علي الذين انشقوا عنه بعد معركه صفين لقبوله تحكيمه مع معاويه الى اخره، وان الخلافه يجب ان تكون للاكفأ. هون رفض هم كمان مجموعه احاديث الخواج، زي مثلا انه الخلافه في المفروض تكون في بعض الناس بس لانهم انتسبوا للنبي، فهم كانوا رافضين هالشيء، حكوا ان القران كان واضح انه ما فيش فضل على حدا على حدا، كيف انت بتخلي هذول يعني يكونوا علينا ملوك او خلفاء؟ يعني هذا حكي كله كلام فاضي. هذا كمان بمشكله انه اصلا ما في نظام سياسي في الاسلام. بعدين بقول لك انه حتى في احاديث كانوا هم رافضينها زي حديث اهل البيت وما الى ذلك، ومجموعه من الاحاديث. بعدين عندنا حزب الزبير بن العوام كمان، وفي كمان حزب ثاني اللي هو حزب العباسي، والحزب العباسي طلع منه السنه والجماعه. بعدين في عندك الصراع السياسي الاحزاب. بعدين بقول لك المهم طلعت كثير احزاب، كثير اديان وافكار، وكل واحد صار يالف شغلات. يعني مثلا الامويين يالفوا احاديث تدعم مذهبهم، وشوي شوي الاحاديث كمان اجى بعدين العباسيين الفوا احاديث كمان، وهيك انت ضعت والاسلام نوعا ما ضاع، لانه كل واحد الف اللي بده اياه، وهذا الكلام كله صحيح تاريخيا. يعني طبعا ما حدا بيقول لك الاشي، الناس اللي طبعا مغيبين على حكي ما بيحكوا لك اياه، بيحكوا لك هذا الكلام غلط بقول جماعتهم بس يعني. فعلى كل، بعدين هو بضاعف بقول لك انه في حديث كثير كانت موجوده، زي مثلا حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا الحديث هو شخصيا ما بشوفه صحيح. وبقول لك الحديث كلها اصلا الفوها الشيعه. بعدين بيجي لك على الحسن والحسين، بقول لك كمان انه كل الاحاديث هاي تعيد الحسن والحسين مش صحيحه، بالذات الحديث اللي بتحكي عن قتل بعضهم وهيك، لانه هاي الاحاديث اذا كانت صحيحه فهي بتناقض القران، لانه القران كان واضح انه ما حدا بيعلم بالغيب الا الله سبحانه وتعالى. وبعدين في حتى كمان احاديث اهل البيت، بقول لك انه هاي الاحاديث اكيد غلط كمان، لانه اصلا المصطلح هذا ما كان موجود اصلا ايام النبي، بل كان هو فقط في القران يقصد زوجات النبي. بعدين بقول لك كمان الحديث يا ايها الناس قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا ابدا كتاب الله وعترتي اهل بيتي، هذا حديث كثير الشيعة بحبوه. والثاني اني تارك فيكم ما لن تضلوا ان اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. فبقول فالصيغة الأولى كما هو واضح هي رواية الشيعية، والثانية هي رواية السنية، ولكن إذا كان هذا الحديث صحيحا فلا بد أن تكون الصياغة الأصلية تركت فيكم إن ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله، لأن مصطلح أهل البيت لم يظهر إلا بعد وفاة رسول، ولم يرد في القرآن بمعنى نسل محمد من فاطمة وعلي، لأن محمدا لم يكن ليعتقد أبدا بأن النعمة التي تلقاها من الله سوف تنسحب على او تنسحب على نسله من بناته او من احدهن على وجه الخصوص. وكذلك الامر فيما يتعلق بمصطلح الحديث والسنه الذين لم يظهر ايضا الا بعد وفاه رسول، فالسنه في القران هي سنه الله او سنن الله الى اخره، بجيب بعدين الايات. بعدين بتكلم عن ابو بكر كمان شويه، وبجيب لك لقد موضوع ما بيهمني والمهدي. بعدين بقول لك عن الامويين، انهم الامويين عظموا بعض الشخصيات عندهم، والفوا احاديث كمان بتتكلم عن انهم اسلموا من زمان وما الى ذلك، والفوا لك احاديث زي مثلا من دخل بيت ابي سفيان فهو امن، وهذا كل الكلام الفوا الامويين. وبشكل اساسي كمان بعدين اجى لك الحزب العباسي، والعباسي طلع بسبب فشل الشيعه، سموه بقول يعني ترافق فشل الثورات التي قام بها الشيعه ضد الحكم الاموي مع ظهور الحزب العباسي، وكان هذا الحزب من تحت لتحت يشتغل بالساخ خلينا نقول. ولما كمان اخذوا القوه بلش كمان يالفوا يعني احاديث كمان عن انهم اجدادهم هم الصح وما الى ذلك، وكمان بلش يالفوا احاديث زي ما قلت ان الخلافه لإلهم، زي مثلا في هذا القصه عدد من العناصر تظهر فضل العباس والعباسيين على ابي سفيان الاموي والامويين، فالعباس سابق في الاسلام على ابي سفيان، وبغلة الرسول التي تامز هنا إلى ما كبت الإسلام، يجلس العباس على صوتها أو صهوتها وأبو سفيان على عجزها.
وأبو سفيان الذي أعلن شكه في نبوة محمد يعلن إسلامه تحت الضغط العباسي الذي هدد بقتله. وبقول لك بعدين، وفي الحقيقة فإن هذه الأحداث كلها مصادش لم تحدث قط، فالعباس لم يخرج مهاجرا في الوقت الذي توجه به محمد لفتح مكة، وأبو سفيان جاء ممثلا عن أشراف قريش إلى آخره. بعدين بقول لك خلاص كانوا قادة يحتاموا بعض. طبعا هذا يعني الخلاصة، يعني لو بدي أسقى كل التفاصيل وشو كيف عمله أبو سفيان مش عارف شو، مش هنخلص. ولكن الفكرة اللي هو بقولها إنه هاي كلها كانت تأليفات، كل واحد بمجد بالأصل تاعه، وهذا شيء طبيعي لأنه إحنا بنحكي عن إيش قاعدين، إحنا عن العرب قاعدين، والعرب بيفتخروا بالأصول تعيتهم. يعني حتى أنا لما رحت مع الناس من عشيرتي كانوا عارفين لك معلومات عن أجداد أجدادهم، أنا نفسي مع إني عبادي ما بهتم فيها، ومعلومات وتاريخه وكذا، وأكيد يعني فيها المعلومات أكيد فيها شغلات غلط، وحدا كان مهتم يعرف إيش الصح من الغلط. ف هذا الكلام كله أدى لتأليف مجموعة كبيرة من الأحاديث، وكل واحد يألف على كيفه. وطبعا حتى العلماء كانوا يسكتوا ما يحكوش ولا كلمة، واضح حتى التاريخ موجود، خوفا على نفسهم. أنت مصدق عن جد أنه كانوا والله يخافوا عشان يقولوا كلمة حق وكذا؟ هذا كله كلام فاضي. فهنا خلصنا احنا هيك باختصار شديد كلامه بهذه المسألة. بعدين نوصل لموضوع الوحي وشخصية جبريل. طبعا اختصرت الكلام هون كله ليش؟ لأنه زي ما قلت أخاط عليكم بسبب الماث تاعي، فما عرفتش اني احكي كل فصل لحاله، بحب كل فصل لحاله عشان ما انضغط زي هيك. ولكن اتمنى يعني الخلاصه اللي انا حكيتها يعني تكون فادتكم. وبس هذا اللي انا عندي اليوم، واتمنى تنسوش تدعمونا على مواقع الدعم او تنشروا المقطع اذا انتم شايفينه مفيد، وشكرا للمتابعه.